شباب، الكفر بتاع الكتاب واضح؟ اي دوك. طيب تمام، بصوا خلوا بالكم معايا قوي. احنا دلوقتي بالنسبة للوضع بتاعنا دلوقتي، اولا انت امتحانك بكرة الساعة 9 بالليل. الامتحان ده midterm عليه 20 درجة او اكثر، فالامتحان ده مهم جدا. انا ممكن اخد لك average من assignments وخلافه، بس الامتحان بتاع بكرة ده مهم. الامتحان بتاع بكرة هيجي فيه chapter 1، يعني هيجي فيه الجزء الخاص بإزاي تعمل first degree equation to get the value of x، إزاي تعمل second degree equation، first degree inequalities إزاي تحلها، الابسوليوت والماجنتيود، وانت عندك الفيديوهات كافية جدا. الستريت لاين equation، وده أنا اديته امبارح وأكدت عليه، اديته المرة اللي قبلها ورجعت عليه تاني امبارح، إزاي بجيب الستريت لاين equation y equal mx plus k. إذا كان الm positive يبقى عندي direct relation، الm negative يبقى عندي indirect relation. كمان مش كده وبس، إزاي أقدر أجيب point وقع على straight line، أحط ال x value وأجيب ال y value. يعني الأمور المفترض إنها تكون سهلة جدا بالنسبة لك. كمان عارف إن السلوب لو بيساوي zero أنا كده عندي horizontal straight line. السلوب لو بيساوي undefined يبقى أنا عندي vertical straight line. الكلام ده غاية في الأهمية. كمان عارف دي اللي special cases بتاعت straight line. كمان عارف إزاي أجيب equation بتاعت straight line لو أنا عندي two points. لو أنا عندي x1, y1, x2, y2، إزاي استخدم equation وأجيب straight line equation اللي هي y-y1 على x-x1 equal y2 minus y1 على x2 minus x1. This is really very important. انزل معايا هتلاقي عندك chapter 3 اللي هو بتاع الدريفاتيف، اللي هو احنا خدناه وانا اتدربت عليه امبارح، واعتقد شيرت لكم كمان فيديو انا بحل بيه بايديا على ورق قدامك على المكتب بتاعي، بالاضافه للفيديوهات اللي موجوده عندك على تيمز وموجوده عندك على اليوتيوب تشانل اللي انا خدت اللينكات بتاعتها ورفعتها على الالمس امبارح. كمان انا اتكلمت في موضوع من اظرف ما يمكن، وهو ابليكيشن على الشابتر الاولاني اللي احنا درسناه، وهنا بنتكلم فيه على ماثيماتيكال موديلنج. شفنا الكوست كونسبت اذا تفتكر يا محمد ويا ماريو الناس اللي حضرت امبارح، يعني ايه الكوست كونسبت، يعني ايه ريفينيو فانكشن، يعني ايه بروفيت فانكشن، وضربنا على امثله كتيره قوي امبارح. كمان خدنا سمول فاكتوري لو هو بيعمل مصنع صغير او محل صغير بينتج 3 برودكتس او بينتج 1 برودكت، ازاي يجيب الفاريبل كوست الفيكسد كوست، الفرق بينهم ايه الفرق بين الكوست الفاريبل والكوست الفيكسد، الريفينيو فانكشن مرتبطه بمين، لو انا عملت تغيير في الاسعار بيأثر على اني فانكشن فيهم، بيأثر طبعا على الريفينيو فانكشن او البروفيت فانكشن. خدنا كمان الديبريشيشن موديل اللي هو في ماينس في نود على تي ماينس تي نود ايكوال في اف ماينس في نود على تي اف ماينس تي نود. الكلام ده غايه في الاهميه. امتحان بكره مش هيجي فيه جزء على الماثيماتيكال او على الفاينانشال ماثيماتكس، يعني مش هيجي عليه الجزء بتاع بارت 2 ده اللي انا قلته امبارح، ولا هيجي عليه شغل النهارده. النهارده هوبفولي انا حاولت ان انا اختصر واجمع لك المهم جدا اللي لازم تبقى عارفه، لازم تبقى عارفه في تشابتر 2 وتشابتر 3 اللي هم السيمبل انترست والبنك ديسكاونت. الاثنين دول مهمين قوي ودول هناخدهم النهارده، موضوعهم سهل قوي، بس اتمنى انك ما تخرجش من المحاضره دي الا وتقريبا انت حفظتهم وحفظت القوانين بتاعتهم. يا ترى في الامتحان جايين؟ بالتاكيد في الامتحان النهائي جاي لك مسائل عليهم، فلذلك الموضوع فعلا مهم قوي. تمام يا شباب، اي حد له استفسار قبل ما اكمل؟ دكتور الامتحان تمام كم شابتر؟ اتفضل يا فندم. الامتحان انكلود كم شابتر؟ انا امتحان فاين كله كل أيوة. كلمه انا قلتها اللي هم كم شابتر بقى؟ مش فاهمك. يعني احنا بندرس كم شابتر في البيزنس ماس؟ هتدرس 5 شابترز. اوكي، بس انا مش فاهم السؤال هو ايه نسبته. يعني اللي اهم من كده، اللي اهم من كده ان انت هيجي لك الاختبار من اول كلمه يا محمد لغايه اخر كلمه. يعني انت عندك الامتحان الفاينل انا هتكلم عليه باستفاضه قوي الاسبوع اللي جاي او في محاضرتنا بتاعت الاسبوع اللي جاي بتاعت يوم الخميس، بس عموما عشان تبقى فاهم الامتحان بتاعك جاي فيه 40 نقطه 40 MCQ questions
متضمنين كل حرف تقريبا انا قلته لك. واضح الكلام بتاعي؟ كل جزء منهم او كل سؤال منهم عليه درجة واحدة فقط. المسألة الكبيرة زي المسألة الصغيرة. حرك معايا يا محمد؟ أيوة دكتور. طبعا كده انت لو فاهمني كويس انا كده مساعدك قوي. يعني لو بسألك مثلا الهوريزونتال ستريت لاين اللي سلوب بتاعه بكام ومدي لك الاختيارات zero, undefined, any value, none of the above, السؤال ده المفروض انك لو مذاكر هتذاكره دايركت، هتجاوبه دايركت، هتروح الهوريزونتال يعني zero، كده خدت درجة. بالظبط زي مسألة من المسائل الماس وورد بروبلمز اللي انت هتشوفها دلوقت برضو عليها درجة. فانا كده اعتبر مساعدك، مفيش اكتر من كده. تابعني بقى قوي، انسى الامتحان خالص، ركز في كل كلمة بقولها دلوقت، هتلاقيك جاوبت الامتحان وانت مغمض عينيك ومفيش اي مشكلة خالص. تابعوني يا شباب. الشابتر اللي انا هتكلم عليه النهاردة ده من الشباتر المهمة جدا 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 فوق ما تتخيل، لان الشابتر ده بيقدم كونسبت غاية في الاهمية، وهو كونسبت ازاي بأجر المبلغ من المال. How to rent a value of money. How to get a rent for a value of money. This is what we call interest. لو انت قرأت الباراجرافز اللي موجودة هتلاقي اول حاجة we will focus on formulating the mathematical models for interest and the capital growth, cash flow and the definitions. الشابتر ده لازم ابقى عارف فيه يعني ايه interest. interest يعني فايدة يا محمد. الكابيتال جروث لو انا عندي مبلغ بستثمره ازاي المبلغ ده هيكبر باستخدام الفايدة. تعريف الفايدة انها تمن ايجار فلوس. انا عايزك تربط في دماغك قوي المعنى ده، تمن ايجار فلوس. انت بتأجر فلوس، مش انا اقدر اجر عربية، we can rent a car، صح ولا ايه؟ انت تقدر سيمبلي انك تروح لاي مكتب كار رينتل وتاخد منه العربية بتاعتك وتقدر تخرج بيها وتأجرها معك يوم او اتنين او شهر او اتنين او سنة. It's up to you. لازم المكتب ده هياخد قيمة قدام الرنت بتاع العربية دي، صح ولا انا غلطان؟ جاوبوني علشان متسحش مني. بالتأكيد هياخد منك قيمة مقابل الرنت بتاع العربية دي. هل القيمة دي مرتبطة باسم السيارة ولا مرتبطة بالقيمة المالية بتاعت السيارة أو القيمة تمنها يعني It's a price. لو أنت مثلا بتأجر عربية وليكن نيسان صني، أكيد الرنت بتاعها هيختلف completely different than أنك بتأجر مثلا وليكن مرسيدس سي 180 سي 180 أو سي 500 أو whatever أو بنتلي، أكيد بالتأكيد التمن هيختلف. ليه الإيجار يختلف؟ تفتكر ليه الإيجار هيختلف؟ ها؟ عشان عربية عن عربية بتفرق دو. عشان إيه؟ عربية عن عربية بتفرق، يعني مثلاً المرسيدس أغلى منها فالإيجار بتاعها هيعلى أكتر. قصدك أنت كده جبت المين بوينت يا ماريو، أنت كده بتتكلم إن أنا بأجر لك تمن العربية مش بأجر لك العربية نفسها، ولا أنا غلطان؟ تمام. أنا كصاحب عربية النيسان صاني دي ب 200 ألف مثلا، العربية التانية ب 2-3 مليون. تمام. هل هأجر لك العربية دي بنفس الإيجار لدي؟ لا طبعا، لسبب، لأن هنا أنا مأجر لك استخدام حق استخدام 200 ألف، لكن التاني مدي لك حق استخدام 2 مليون أو 3 مليون أو مليون ونص أو 800 ألف تبعا لسعر العربية. كلام منطقي، لوجيك. يبقى إذن معنى ذلك إن أنا لما بأجر أي شيء، لما بأجر أجر بيت، لما بأجر عربية، برغم إن هو identity لكن actual قيمة الإيجار بتاعته بتختلف تبعا لقيمة الفاليو بتاعته. معايا شباب؟ حضراتكم تابعيني؟ من هنا جت فكرة الانترست، إن أنا أقدر إيه اللي يخليني أعمل كده؟ طب أنا ممكن أجر المبلغ بتاع المال بتاعي. ده الكونسبت بتاع الانترست. طبعا الموضوع ده قديم قدم البشرية، الكلمتين دول موجودين عندك في التو باراجرافز دول. لو انا جيت اقرا الباراجراف ده هيقول in the time being let us suppose that an investor lends someone money he will have to repay the money together with the fee charged for the use of the money. لو انا اجرت لك مبلغ من المال او لو اديتك مبلغ من المال لازم هترجع لي الفلوس اللي انت خدتها زائد قيمة تعادل استخدامك للفلوس دي في الفترة الزمنية المحددة.
خلي بالك ده later one known as interest. القيمة بتاعت الإيجار دي أنا بسميها interest. إنجي معايا سيلفيا، معايا شباب، معايا أحمد. From the investor's point of view, the interest is income from the money or capital being invested. خلي بالك the capital originally invested is called the principal. المبلغ الأساسي اللي أنا بعمله investment أو give it to someone else, it's called the principal. While the sum of the principal and interest is called the future value. دايما القيمة أو the amount of money that I will rent to someone, he will give it back for me after using it for some time. فهيرجعها لي بعد وقت ما، هيرجعها لي هي زائد القيمة بتاعة الانترست. ده اللي بيقصد بيه بالفيوتشر فاليو. خلي بالك الباراجراف اللي بعديه بيقول in early times the principal lent and the interest paid might be tangible goods. زي grains مثلا، الناس كانت بتأجر مع بعضها أو بتسلف بعضها عن طريق معدل الفايدة، ده حاجات زي الجرينز، زي القمح، زي البلح، زي whatever، أي شيء يقدر ان هو يبعته او يديه لحد فتره يستخدمه فيها، هيرجعه له ويرجع له جزء من المكسب اللي هو حققه نتيجه استخدام الفلوس دي. شباب حضراتكم تابعيني؟ اي اسئله، اي استفسار؟ تمام معايا سيلفيا، معايا انجي متابعاني، اندرو امورك تمام؟ تمام يا دكتور. انزل معايا الشكل اللي قدامي ده اسمه كاش فلو. محمد ارجو انك تكون معايا، ركز قوي. الشكل اللي قدامك ده اسمه كاش فلو، ارجوك بص له كويس جدا. الشكل ده بيعبر على ان في بي دوت كابيتال او برينسيبال، جزء من الفلوس، التايم بيساوي زيرو عند بدايه الزمن بتاع الاقتراض او الاستثمار. الاس دي is the future value after a period of time after time of investment. يبقى انا دلوقتي فاهم كويس جدا ان انا عندي present value after using it for time we will repay it as future value اللي هو الرمز بتاعه اس. يبقى انا البي التايم الفلوس at the time being، الاس the money after adding interest in the future. الحتة أو الخط الهوريزونتال اللي حضراتكم شايفينه ده الـ time of investment. بين الاتنين دول في حاجة اسمها simple interest أو الـ interest بتاعي اللي هو رمزه R small، ودايما بيبقى percent per period of time. stop لغاية هنا. في أي استفسار؟ أرجو الكل يركز جدا معايا. دكتور معلش ممكن تاني؟ نعيد تاني. ال P دي اختصار principal، the money at the time being، الفلوس في الوقت الراهن. ال S it is the money in the future، الفلوس في المستقبل بعد ما قعدت فترة مع أحد ما، سواء إذا كانت البروسس دي هي بروسس اقتراض أو إذا كانت البروسس دي هي بروسس بتاعت investment. المسافة بين الـ P والـ S، الشرطة الهوريزونتال اللي انت شايفها دي، stand for the time of investment، ده الوقت بتاع الاستثمار أو الوقت بتاع الماني بورود أو whatever. الـ R ده الـ interest rate، ده معدل الفايدة، وده percent per period of time، percent per period of time. تمام يا شباب؟ طبعا كل كلمة في الكلام اللي أنا قلته لك ده هتلاقيها مكتوبة قدامك هنا. ال B يعني ال present value of S اسمها principal value، ممكن يطلق عليها loan، ممكن تبقى borrowed money or invested money. It is easily can be evaluated from the law. طبعا حركة حفظته دلوقتي. القانون بيقول ان ال P equal S times 1 plus R times T to the power of negative 1. القانون ده مهم قوي. ممكن اكتبه P، خليك معايا يا ماريو، P بيساوي S divided by 1 plus R times T بس. يبقى ده القانون اللي بحسب منه الـ present value. لو الـ S والـ R والـ T given، انزل الـ S is the future value. الـ S is the future value اللي هي الـ money repaid with interest.
احيانا بقول عليها الماتوريتي فاليو اوف بي، يعني القيمه المستقبليه او القيمه الناضجه بتاعه البي، يعني اصل المبلغ زائد الفايده بتاعته، ده هتبقى القيمه اللي في المستقبل اللي انت هتحصلها لما الفلوس او الانفستمنت بتاعك ينجح. القانون بتاع الاس غايه في الاهميه، القانون بتاع الاس بيقول بي بلس اي، بي بلس اي، وممكن احسبه انه بي افتح براكت 1 بلس ار تايمز تي. القوانين دي خلاص انت دلوقتي اتحفظت في دماغك، مش محتاج انك تروح وترجع فيها. التي اللي هي حضرتك شايفها دي، دي التايم اوف انفستمنت يوجوالي بير يير، اف جيفن ان دايز divided by 360 في بعض الأشياء في بعض المسائل أو 365. إحنا بالنسبة لنا عشان أنت ما تتلخبطش هشتغل على السنة العادية اللي هي 365. يبقى لو أنا اديت لك الوقت بالأيام لازم تحوله لسنين. How to change from days to years, you have to divide the number by 365. لو أنا كنت مدي لك time in months, you have to put it in years, and this is by dividing on 12. وده هنشوفه كمان شوية في المسائل. طيب مين هو الـ R؟ الـ R small اللي حضرتك شايفه ده، ده الـ interest rate. دايما بيبقى percent per year أو per annum. الـ I ده الـ interest amount. الـ interest amount بتساوي PRT. يبقى الـ I بيساوي B times R times T، وده هتلاقيه عندك اهو. الـ I بيساوي P times R times T، وهو هو الـ I هو الـ difference between future value والـ present value. نعيد تاني القوانين بتاعتنا، ده الملخص بتاعها، دي قوانين الشابتر ملخصة كله. الـ I ده الـ interest، الـ I هو الـ interest، الـ interest بيساوي P times R times T. قولهم تاني، I بيساوي P times R times T، يعني بيساوي S minus B. استخدم اللودة أو استخدم اللودة شباب؟ أي حد له استفسار نطرح إيدي كده. لا تمام يا دكتور، كله تمام، متابعيني يا شباب؟ إنجي متابعاني؟ أوكي شباب، المفروض المايك بتاعك يبقى جاهز وانا اكدت عليه. دكتور انا مش شايف قانون الانترست، انا مش شايفه. انت شايف البي دي اف؟ ايوه انا شايف، انا شايف خط صغير، انا بس بكتب فمش شايف ورا حضرتك. ادي ار عندك تمام، موجود، هو موجود عندك على البي دي اف في الال ام اس، يعني اساسا البي دي اف اللي انا بقرا ده موجود في الال ام اس. تمام يعني انت مش محتاج تكتبه، هو موجود عندك في الاوريدي على الـ على الالمس، بتحمل فيه مع الفيديوهات بتاعته. يبقى انا عارف ان الاي هو عباره عن بي تايمز ار تايمز تي، وهو هو يا احمد هو الديفرنس بين فيوتشر فاليو والبريزنت فاليو. محمد وليد بتابعني؟ محمد متابعني؟ يبقى إذن الاس بيساوي P في 1 plus R times T، وده بيساوي B زائد I، البريزنت زائد الانترست ريت. انزل معايا كده، البريزنت فاليو هي عبارة عن الفيوتشر divided by 1 plus R times T. ده القانون اللي بحسب منه البريزنت فاليو لو الفيوتشر فاليو given، لو انت عارف الفيوتشر فاليو. تمام يا شباب؟ حركوا معايا؟ اوكي بيرفكت. تعالى نبدأ نشوف مسائل. المسائل دي غاية في الأهمية، مهمة قوي. قبل ما أبدأ في المسائل، هل الناس كلها المايكات بتاعتها مفتوحة؟ محمد وليد أنت مايكك معايا؟ معايا. طيب أرجوك ركز، والساعة اللي جاية دي أو الساعة وعشرة ولا الساعة وربع اللي جايين عايزك مركز معايا قوي، لأنه مفيش فرصة تانية أنك تذاكر فيها. ده أندرو نفس الكلام، سيلفيا حرك متابعاني؟ معاك. أيوة يا دكتور. طيب إنجي أنت معايا ولا الوضع إزاي؟ مش حاسس أن أنت معايا، مش شايف فيدباك. إذا كان عندك مشكلة في المايك it's okay، بس أرجوك تابعيني قوي. أحمد ماريو أوكي يلا نبدأ، ركزوا قوي 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 في كل كلمة بقولها. خلي بالك يا محمد، يلا أنا رجعت تاني، نقرأ مع بعض الإكزامبل. خليك معايا يا أحمد يا عاطف، اقرأ معايا كده. أحمد عاطف يحل معايا.
ماشي. السيمبل انترست هنا يا دكتور ب 90 يوم، احنا هنا كده ان انا محتاج اقسمه على 365. تمام، تعالى نقراها بالراحه عشان الباقيين يسمعوها. بقول find the simple interest، انا عايز توجد السيمبل انترست. اول نقطه، هو مين السيمبل انترست؟ الاي on a 90 day loan، على دين مقداره 90 يوم، of 500. يبقى ده معناها ان البي بتساوي 500. طيب هو الانترست ريت بكام؟ ب 8.5 بير يير، ب 8.5 بير يير، يبقى ده الار سمول. طبعا هو مكمل وقال لك ان هو بيبل انوالي، يعني الانترست ده بيندفع سنوي سنوي. find the maturity value of this amount، يعني اوجد الفيوتشر فاليو. اول خطوه انا احب انك تعملها انك تكتب اللو i equal p times r times t، i equal p times r times t، لان انا بسال على interest. ال p هي ال 500، ال r ده ال 8.5 بير 100، يعني 8.5 divided by 100 times t. ال t لازم يبقى in years. انت عندك هنا 90 days divided 360. right، that's exactly right. يبقى إذن الخطوة اللي بعديها أنا هو زي ما قلت لك، أدي الـ P، أدي الـ R، أدي الـ T، يبقى على طول الستيب اللي بعدها I equal P times R times T. امسك الكالكليتر بتاعك وابدأ حط 500 times 8.5 divided by 100 times 90 divided by 365. It will give you $10.48. يبقى إذن أنا عارف أن الـ present value 500، الـ future value will equal to the principal plus interest. So it's gonna be 500 plus the $10.48. يبقى إذن على طول الـ S هيساوي الـ 500 زائد 10.48، يبقى 510.48 ده الـ maturity value أو ده الـ S. المسألة دي مفهومة يا شباب؟ سيلفيا أي استفسار؟ تمام. ماريو متابعني؟ تمام دكتور. ايوه كلكم تمام؟ تمام. محمد يا وليد، المسألة دي لو جات لك انت هتشتغل فيها شوية، المسألة دي في الامتحان عليها درجة. حضرتك فاهمني؟ دكتور معلش ممكن تقول ماشي واضحة، المسألة دي في الامتحان عليها ايه؟ عليها درجة واحدة. ايوه سيلفيا؟ ايوه دكتور ممكن تعيدها تاني لو سمحت. طيب بس محتاجك تركزي اكتر شويه يا سيلفيا. المساله هنا دايركت سبستيتيوشن على القوانين بتاعتي، نقراها سوا مع بعض. اقري كده find the simple interest on a 90 day loan. يبقى انا عايزك تحسبي simple، تحسبي الانترست الفايده على دين لمده 90 يوم. قيمه الدين 500، يبقى أنا عارف إن اللون ده قيمته الـ P بتاعته قيمته 500 at interest rate 8.5% per year، يعني 8.5% لكل سنة. then find the maturity value. يبقى أنا عايزك تحسبي كام حاجة معايا سيلفيا؟ تحسبي حاجتين، تحسبي الـ interest وتحسبي الـ future value. future value يعني القيمة اللي هترجعي بيها الدين. أول step أعملها أكتب اللو، هو الانترست بيساوي ايه؟ ها سيلفيا، الانترست اللي هو اي بيساوي p times r times t p r t. يبقى على طول هقول الاي بيساوي p اللي هي 500 times r اللي هي الانترست ريت 8.5 over 100 times التايم اللي هو 90 days. خلي بالك ان انا بقول ان الانترست ريت percent per year للسنة، لكن أنا مديلك الزمن بالأيام، يبقى لازم تحولي الأيام لسنين. You have to change from days to years. So we will have to divide by 365. That's in the interest rate equal 500 times 8.5 over 100 times 90 over 365. So you will end up having $10.48 أو $10.48. معايا سيلفيا؟ أيوة دكتور. الفيوتشر فاليو يبقى كام بقى؟ انت هترجعي كام؟ اللي انا هرجعه هم ال 500 بلس ال $10.48، ده اللي بيطلق عليه الفيوتشر فاليو.
تمام يا جميل؟ تمام يا دكتور. ركزي بقى قوي عشان انت تحلي معايا المساله اللي بعديها. تعالي نقرا المساله اللي بعديها. اقري كده بقول ايه؟ find يلا find the future value due on a loan of 30,000. كمل. on simple interest basis after 8 years at 8% per year. stop. انا عايز مين؟ انا عايز ال future value. هي مين ال future value يا سيلفا؟ اللي هي ال s. ال s دي بتساوي p افتح bracket 1 plus r times t, او اجيب الانترست اللي هو الاي واجمعه على البي, هما الاثنين واحد. يبقى انا هروح اعمل الكاش فلو الشكل ده. انت مش لازم ترسميه في الامتحان, معلش انا بجاوب الاول. الشكل اللي انت شايفاه قدامك ده, ده مش لازم تكتبيه في الامتحان, بس الشكل ده بيوضح للوضع بتاع المساله بالظبط. معايا سيلفيا؟ ايوه دكتور. يعني 30,000 دول at the time being they will be out for 8 years. انت هتعملي investment او تسلي فيهم لحد لمدة 8 سنين, هيرجعوا لك بعد نهاية 8 سنين S, عشان كده اسمها future value. انت هتعملي ده ليه؟ لانك هتاخدي interest rate 4% per year. حركة متابعاني؟ ايوه دكتور. يلا نحسب اللو. يبقى انا اقدر اقول الفيوتشر فاليو ايكوال بي افتح براكت 1 بلس ار تايمز تي. هشيل البي واحط 30,000, بعدين 1 بلس 4 اوفر 100. ليه 4 اوفر 100؟ لان دول 4% تايمز 8 ييرز تايمز 8 سنين. تطلع الفاليو اللي انت هترجعيها 39,600 39,600. Are you with me؟ أيوة. تمام تمام. تعرفي تقولي لي الانترست بكام؟ البي في الارف دي. ليه 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 تعملي كلامك صح طبعا, بس ليه اعمله كده؟ طب ما هو واضح قدامك ده, انت شايفاه دلوقتي. تعرفي تقولي لي الانترست بكام بمجرد النظر؟ 9000. ايوه 9600. سيلفيا انا هديلك 30,000, خليهم معاك 8 سنين, استخدميهم تجربيهم العبي بيهم, بس لازم ترجعهم لي بعد 8 سنين. حركه ترجعهم لي كام؟ 39,600. يبقى ال 30,000 عملوا كام فوائد يا سيلفيا؟ 9,600. ار يو وذ مي؟ ايوه دكتور. تمام. اي اسئله واضحه؟ لا شكرا. واضحة دكتور. واضحة جدا دكتور. اوكي ايوه معلش, بس انا احمد انا لسه فاتح بقالي 5 دقايق بس عشان كنت بره بس. ف هل الليكتشر ريكوردد من اولها؟ الليكتشر ريكوردد ومفيش عشان ابقى افتح ثاني افتح البوينت اللي هو اول 10 دقايق وربع ساعه اللي فاتوا في الاول. مفيش مشكله بس تابعني. انا متابع انا تمام دلوقتي. صح طيب خلاص 100 100. يبقى إذن أنا دلوقتي عرفت أجيب الفيوتشر فاليو على طول دايركت. محمد وليد الأمور تمام؟ معايا ماريو؟ معايا أندرو؟ أحمد عاطف؟ حضرتك تمام. تمام صعبة؟ تمام مسألة دي صعبة؟ أنا عندي سؤال. تفضل تفضل بسرعة. ده هو كان مديني السمبل انترست اللي هي الآي, هنعمل ساعتها الآي بلس البي بلس الآي وساعتها نطلع الإس مثلا. آه لو انا قلت لك الانترست ب 9600 what is going to be the future value, يبقى انت all you will have to do is to add b plus i to get the future value. معايا محمد؟ بص بص سيبك من المساله, اوزنها بدماغك, لانك لو وزنتها بدماغك يبقى انت فهمت القصه. القصه اللي انا بحكيها دي هي قصه كل يوم, هي القصه اللي احنا عايشين بيها. انت محتاج فلوس عشان تشتري عربيه, تيجي لي انا, انا معايا فلوس, انا هسلفك الفلوس ليه؟ احنا مش اصحاب. انا هسلمك الفلوس دي ليه؟ هسلمك الفلوس دي علشان حضرتك هترجعها لي بعد فتره من الزمن بقيمه زايد عليها الفايده بتاعتي اللي هي اكتر من ان انا استخدمهم في البنك, وحضرتك مش هتقدر تخلع مني. واضحه؟ يبقى انا هديك 30,000, حضرتك هترجعهم 39,600. فهمتني يا محمد؟
ايوه it makes sense, it's simple, it's simple mathematics, it makes sense. لو حضرتك عايز تشتري عربيه كريدت, عربيه قسط, حضرتك هتاخد العربيه دي وهتمشي بيها, هترجع الفلوس, لازم لما هترجعها ترجعها بفايده, مش كده برضو ولا ايه؟ فكر. يبقى اذا روعه المسائل دي حاجه واحده, انها تيستابل, it makes sense, it's not brittle, it's not pure mathematics. ده هي حاجه بتتبع للوجيك. انزل معايا المساله اللي بعديها, بص كده نقرا. بنك بيز 8% per year on a saving account. انت فهمت ايه؟ ان البنك بيدفع 8% في السنه على حساب التوفير. على حساب التوفير. كمل بقى. An individual opens, فرد فتح حساب with a deposit of $500. فتح حساب ب $500. On January the 1st, في أول يناير, how much will be in the account on April the 1st? ياريت لو حد يغنيها لي بالعربي. يلا. يا شباب. أيوة يا دكتور, ما حضرتك. ماشي. يلا. يقول لك البنك بيعمل 8% per year saving account, ان هو بيحافظ على الحساب تقريبا. ففي شخص ما عمل دفع ديبوزيت 500 في شهر واحد, حط 500 في حسابه اللي في البنك, فتح حساب في البنك وحط فيه 500 في 1 يناير, صح؟ هم عايزين يعرفوا بقى في ابريل هيبقى حسابه هيبقى فيه كام. ده اكونت اون ابريل ذا فيرست, عايزين يعرفوا امتى الحساب بتاعه في ابريل, في اول ابريل هيعرفوا حسابه كام في ابريل. انزل بقى معايا, بيتهيالي ده الشكل اللي احنا بنتكلم عليه. بصوا له كويس قوي. الراجل دخل دفع بي مقداره 500, امتى دفعه؟ January the 1st. بعدين الانترست ريت 8%, الفتره دي هو عايز يعرف الفيوتشر فاليو في ابريل ذا 1st, صح كده؟ كده يعتبر الفلوس دي قعدت في حسابه في البنك كام شهر؟ From January the 1st to Feb the 1st to February the 1st, ده معناها شهر. من February the 1st to March the 1st, this is a second month. From March the 1st to April the 1st, this is the third month. يبقى من أول يناير لواحد فبراير كده شهر, من واحد فبراير لواحد مارس كمان شهر, من واحد مارس لواحد أبريل كمان شهر, يبقى دول 3 months. Are you with me؟ تمام؟ معايا سيلفيا؟ أيوة دكتور. يبقى الفيوتشر فاليو يساوي كام يا سيلفيا؟ الفيوتشر فاليو أقدر أحسبه على طول, 500 times افتح bracket 1 plus 8 over 100 times 3 months over 12. ليه عملت over 12؟ لأن دول months بس البرسنت per year, فلازم أحول المونث to years. إزاي أحول months to years؟ أقسم على 12. تمام يا جميل؟ تمام. تمام. لو أنا عملت كده هيديني 510. يبقى كده معناها يا محمد يا وليد الانترست بقى بكام؟ الفايدة بكام؟ $10. لأنك هتحط 500, هيقعدوا 3 شهور هيبقوا 510, يبقى أنت كده حققت قد إيه؟ $10, صح ولا أنا غلطان؟ أيوة. سوري يا شباب. أحمد عاطف, تمام؟ أحمد معايا؟ يا دكتور معاك. أوكي. اي حد له اي استفسار الامور تمام, انزل معايا على المساله اللي بعديها. المساله اللي بعديها اكزامبل 2.5, بيقول 6 months, اقرا كده 6 months يعني بعد 6 شهور. After borrowing money from a credit union, a person had to pay 200, يعني بعد 6 شهور من اقتراض مبلغ ما, في واحد اضطر انه يدفع $200. How much was borrowed؟ إيه المبلغ اللي تم اقتراضه أصلاً من 6 شهور فاتهم؟ لو هو هيدفع الـ200 دول متضمنين
البرنسبل اند سمبل انترست، متضمنين اصل الدين والفوائد بتاعته. كده انا بسالك على البريزنت فاليو ومديلك الفيوتشر فاليو. السمبل انترست ريت هو 9% بير يير. معايا شباب؟ يبقى انا لما اجي ارسم الرسمه بتاعتي هكتب بي، هي دلوقتي مش معلومه لان بسالك هاو ماتش واز بورد، هو اقترض كام اصلا. الاس بتساوي 200، التايم زون 6 مانثس، والانترست ريت بيساوي 9%. خلي بالك يا سيلفيا، هنا هستخدم اللو اللي هو بي بيساوي اس في 1 بلس ار تايمز تي تو ذا باور اوف نيجاتيف 1، يعني معناها انها 200 ديفايدد باي 1 زائد 0.09 اللي هي 9 على 100 تايمز 6 اوفر 12. او اكتب القانون كده بس ما تنساش ان ده باور نيجاتيف 1، هيدي لك 191.38. يعني هنا مختلف عن المسائل اللي فاتت، انا دايما كنت بسالك عن الفيوتشر فاليو لكن هنا بسالك على البريزنت فاليو. اي مشكله مع اي حد؟ لا تمام يا دكتور. لازم قبل ما اذاكر الجزء ده اراجع القوانين دي كويس جدا، ان الاي هو بي ار تي، الاي هو بي تايمز ار تايمز تي ده اللي اسمه الانترست، وان الاي هو الديفرنس بين الفيوتشر فاليو والبريزنت فاليو. كمان لازم ابقى عارف ان الفيوتشر فاليو هو عباره عن البي في 1 بلس ار تايمز تي اللي هو بي بلس اي. لازم كمان اكون عارف ان البريزنت فاليو بتساوي اس ديفايدد باي 1 بلس ار تايمز تي اللي هي اس تايمز 1 بلس ار تايمز تي تو ذا باور اوف نيجاتيف 1، وان برضو البريزنت فاليو بتساوي الفيوتشر فاليو ناقص الانترست. القوانين دي مهمه جدا، هم اصلا قانون واحد بس انا قاعد عمال اجيبه يمين واجيبه شمال فقط. لو انا نزلت على الجزء اللي بعد كده، الجزء اللي بعد كده طبعا الجزء ثاني just a second please. المساله اللي بعديها هو هنا بيسالك على التايم، بيحاول العب معاك لعبه بسيطه قوي، وهي ان انا عارف ان الاي بيساوي بي ار تايمز تي. كده انا عندي 4 variables، لو انا اديتك اي 3 اقدر اطلب الرابع، زي ما كنت بطلب البريزنت فاليو وانا مديك الاس والار والتي، او اطلب الاي وانا مدي لك بي وار وتي. هنا انا مديك كل حاجه في المساله وعايزك بس تحسب لي التايم، الوقت بكام. فهنا بيقول how long will it take 3000 to earn 60 interest at 6%، يعني قد ايه الوقت اللي ال 3000 يكسبوا 60 دولار. كل اللي انا هعمله هكتب القانون كلها divided الاي، هروح قايل I بيساوي P times R times T زي ما محمد قال، هقول I divided by P times R يبقى 60 divided by 3000 times 6 over 100، يقوم يدي لك 0.33333. ايه 0.33333 دي يا محمد؟ دي 1/3 of a year، 1/3 of a year. ال 1/3 of a year اللي هم 4 months، تلت السنة 4 شهور، ده اللي موجود قدامي. لو انا نزلت على الباراجراف اللي بعد كده، كل الهدف منه ان انا باكد على التحويلات بتاعت الزمن، ان انا لو عندي days وعايز اخليها years بقسم على 365، لو عندي months وعايزهم يبقوا years بقسم على 12، لو عندي quarters بقسم على 4 احولهم ل-years، لو عندي semi-annuals بقسمهم على 2 عشان احولهم ليرز. الحته بتاعت الكوارتلز والسيمي انوالز انا محتاجه اوضحها لك شويه. السنه فيها 365 يوم، والسنه فيها 12 شهر، والسنه اقدر اقول عليها فيها 4/4 4 كوارتلز. معايا سيلفيا؟ يبقى انا لو قلت لك مثلا سيلفيا if we have 12 quarters how many years do you have، يبقى انا عندي 12 quarters we will divide them by 4 so it's gonna be 3 years. كمان عندي semi annual اللي هما 6 months، الير في 2 semi annuals. يبقى انا مثلا على سبيل المثال لو قلت لك we have 6 semi annuals how many years are in 6 semi annuals، simply you will divide 6 by 2 يبقى ده معناها 3 years. معايا محمد؟ معايا احمد؟
احمد عاطف سيلفيا مع حضرتك يا دكتور. مع حضرتك اوكي تمام. انزل معايا اولا قبل ما انزل في حاجه جديده، في حد له استفسار؟ لا تمام يا انزل معايا. القانون ده مهم قوي، القانون ده بتاع الايكوال بيمنتس. الايكوال بيمنتس يعني الدفعات المتساويه. القانون ده انا بحتاجه لو انا عندي مجموعه من الدفعات بتساوي بعضها وعايز اعرف الفيوتشر فاليو بتاعه. طب ده بحتاجه في ايه يا سيلفيا؟ لو انا مثلا بحوش في البنك، لو انا كل سنه بحط او كل شهر بحط 1000 جنيه والبنك فيه انترست ريت، يبقى الشهر ده احط 1000، الشهر اللي بعديه احط 1000، الشهر اللي بعديه احط 1000، الشهر اللي بعديه احط 1000 وهكذا. كلمة equal payment أو periodic payments مشترط فيهم شرطين. Number one, payments are equal. Number two, the time zone are equal. It's periodic. يعني بدفع 1000 each month, 1000 each year, 1000 every week. لازم المبلغ يكون ثابت بالنسبة للزمن ثابت. ده معنى كلمة equal payments. طيب أنا هحسبه إزاي؟ هحسب الانترست بتاعه ببساطة، هو عبارة عن N divided by 2. أهي يا أحمد، N divided by 2 يعني عدد الدفعات على 2، هضرب في الانترست بتاعت الفيرست بيمنت PRT plus الانترست بتاع last payment، هي مش I2 هي IN اللي هي آخر دفعة، برضو هحسبه P times R times T. القانون وهو مفروض أهو، الجزء اللي انا بشاور عليه اللي هو من اول ان على 2 للاخر، الحته ده هي ان على 2 اي 1 زائد اي ان، ده الانترست. طيب بلس ان تايمز بي، الان تايمز بي دول الاماونت اللي انت حوشتها. تمام يا شباب، حضراتكم معايا؟ تمام يا دكتور. ها دكتور اسمك دقيق تاني. ده equal payments. الequal payments low. تعال نقرأ المسألة دي وتابعوني قوي فيها، أعتقد إن شاء الله هتلاقيها سهلة قوي. بيقول John wants to accumulate a sum of money through his savings، من خلال التوفيرات بتاعته. He succeeded in making 9 equal payments of 10,000 along 9 years. يبقى الراجل ده نجح انه يعمل 9 دفعات كل واحدة فيهم ب 10,000 along 9 years على خلال 9 سنين، يبقى 9 دفعات 9 سنين بيدفع كل سنة 10,000. In a bank، في حساب في البنك that pays 10% per year، الانترست ريت 10%. Evaluate the maturity value at the end of the 9 years، قل لي في نهاية التسع سنين مع كام؟ يعني بعد 9 دفعات هيبقى معاه كام؟ انزل معايا بقى واحده واحده. ادي الشكل اللي احنا بنتكلم عليه، الشكل اللي احنا بنتكلم عليه اهو. ادي السنه الاولانيه يحط 10,000، السنه الثانيه يحط 10,000، السنه الثالثه يحط 10,000، السنه الرابعه يحط 10,000، 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000. انا عايز اعرف في الفيوتشر باي ذا اند اوف ذا 9th year هيبقى كام. يبقى مبدئيا كده هو حط 9 في 10,000، ده من غير فوائد. بيفتح حسابه في البنك بيروح يحط 10,000، السنه بعديها يروح مزود عليه 10,000، السنه بعديها يروح مزود 10,000. يبقى اذا مبدئيا هو عنده n تايمز b، يعني 9 تايم 10,000 ده 90,000 بلس. هبدا احط الانترست. الانترست هيتحسب منين؟ هيتحسب من اللو ده n divided by 2 افتح براكت p تايمز r تايمز t1 then plus p تايمز r تايمز tn. أول P اللي هي 10,000، الانترست ريت 10 over 100، التايم اللي هو 9 years، أول دفعة دي قعدت في حسابه في البنك 9 سنين. آخر دفعة كانت P times R times T، ال P 10,000، الانترست ريت 10%، التايم just only 1 year. لو أنا جيت أبص كده هتلاقي 10,000 times 10 over 100 times 9. The last one 10,000 times 10 over 100 times 1. لو أنا get the value أو could obtain this value it's gonna be 45,000. So it's a 90,000 plus 45,000 so we'll end up having 135,000.
سيلفيا فاهمين انا قلت ايه؟ المسألة مفهومة يا شباب؟ معلش ثانية كده يا دكتور عشان مش فاهم. تاني مين معايا؟ اندرو ولا محمد؟ محمد. اوكي محمد، انا بحوش في البنك، انا هدفع على مدار 9 سنين 9 دفعات، كل دفعة بعشر تلاف جنيه، في نهاية التسع سنين معايا كام؟ علما بأن البنك بيديني 10%. تمام كده يا محمد؟ ناقشني عشان تفهم. يبقى أنا كل سنة لا مش محتاج كالكوليتر دلوقتي، فهمها الأول. بس الأول أنا بحط 10,000 كل سنة، يبقى أنا أخش السنة دي أحط 10,000، السنة اللي بعدها أحط 10,000، السنة اللي بعدها أحط 10,000 في تايم ثابت. لو أنا جيت أحسب كده هلاقيهم 9 دفعات في 10,000 ب 90,000، 9 دفعات كل دفعة ب 10,000، يبقى أنا معايا 90,000، صح كده؟ معلش المايك اللي بيعمل هوا يستنى لو سمحت تقفله. يبقى كده 90,000. بس أنت كده مش حسب، أنت كده حسبت الأصل بس ما حسبتش الانترست اللي هو الفوائد، صح ولا ايه؟ لازم احسب الفايده. ايوه هحسب الفوائد ازاي؟ هحسب الانترست ازاي؟ الانترست يتحسب من اللون اللي حضرتك شايفه ده، هحط ال n اللي هي ب 9 divided by 2، افتح البراكت هتلاقي p times r times t1. ال p اللي هي اول مبلغ انت اودعته في البنك، اول 10,000. ال first 10,000 دي spent 9 years in your bank in your account، قعدت 9 سنين في حسابك. فيبقى دي معناها 10,000 في 10 over 100 times 9. ال last payment اللي هي 9th payment قعدت just only 1 year، يبقى هتبقى 10,000 times 10 over 100% times 1 year. يبقى انت جبت الانترست بتاعت اول دفعة والانترست بتاع اخر دفعة، هتجمعهم على بعض وتعوض في القانون زي ما انت شايف. تمام يا محمد؟ تمام يا دكتور. طبعا لو انت مشيت بالستبس بالظبط هتلاقي المبلغ اللي انا قلت لك عليه. يعني معنى الكلام ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الراجل ده وبين الراجل اللي عنده خزنة في البيت حط فيها كل سنة 10,000 جنيه؟ ايه الفرق؟ حركوا شايفين ايه الفرق؟ الراجل اللي بيحوش في البيت هيبقى بعد 9 سنين مع 90,000، لكن الراجل اللي بيحوش في البنك بعد 9 سنين هيبقى معاه 135,000، بفرق 45,000 اللي هم قيمة الفوائد. تمام يا ماريو؟ تمام يا أندرو؟ تمام يا دكتور. تمام، انزل معايا آخر مسألة في الجزء ده وبعدين هتكلم على البنك ديسكاونت اللي هي الجزء التاني. المسألة دي برضو زي اللي فاتت بالظبط، بتقول a person deposited 500 at the beginning of each 2 months. في واحد ربنا كرمه كده أول كل شهرين بيروح حسابه في البنك يحط 500 جنيه. كمل. Find the total، بيقول find the total interest at 6% at the end of the year. هات لي كل الفايدة بتاعته في نهاية الخمس سنين، في نهاية السنة. يعني أنا عايزك تحسب لي الفوائد وحسابه في البنك كام في نهاية السنة. هو كل شهرين بيحط 500 جنيه. معنى أنه كل شهرين بيحط 500 جنيه، يعني في السنة يعتبر وضع كام وديعة، حط كام مرة راح حط في البنك، كم دفعة حط. السنة عندي 12 شهر، هو بيحط كل شهرين، يبقى عنده 6 payments of 500، حط 6 دفعات. معايا شباب متابعيني؟ ايوه ده تمام. يبقى اذا ده معناه ان الفيوتشر فاليو بتساوي n times b، يعني 6 times 500 كده معاه 3000. الانترست هيتحسب ازاي؟ الفايده تتحسب ازاي؟ هيبقى number of payments divided by 2، يبقى 6 divided by 2، افتح البراكت p times r times t1 then plus p times r
تايمز تي ان، يبقى انا عندي 500 تايمز الانترست اللي هو 6 اوفر 100 تايمز التي 1 اللي هو بير، بعدين بلس البي اللي هي 500 تايمز الار اللي هو ب 6 اوفر 100 تايمز التي اللي هو تي اوفر 12. كده اقدر احسب القيمه بتاعتي على طول في فيوتشر، يبقى اس هتساوي 3000 بلس 105 يبقى هتساوي 3105. تمام يا شباب حضراتكم تابعيني؟ معلش يا دكتور احنا في تي 1 يعني خلينا 12 اوفر 12 ليه؟ لانه قعد سنه، اول دفعه هو هيدفعها دي في بدايه السنه، السنه فيها 12 شهر، يبقى انا علشان لازم احول لير لان الانترست ريت بير، يبقى انا على طول هقول اول دفعه دي قعد 12 مانثز، عشان احول 12 مانثز لير يبقى لازم اقسمهم على 12. معايا محمد؟ اه مع حضرتك. طيب اخر دفعه بقى ليه قسمت 2 اوفر 12؟ لنفس السبب، لان اخر دفعه لسه قدامها شهرين على نهايه السنه، ما انا بدفع كل شهرين او بيدفع كل شهرين. يبقى انت لو عملت كده يبقى من ال 500 الاخيره دي لغايه الفيوتشر دول 2 مانثز. 2 months هتحولهم لير ازاي؟ هتقسم 2 over 12. تمام كده؟ تمام. يبقى انت معك 3105، يبقى احسبه في الاخر يبقى 3105. شباب اي مشاكل مع اي حد؟ تمام شباب؟ اوكي تمام يا دكتور. تمام روعه. تعال معايا بقى، خلي بالك هنخش لغايه دلوقتي. يبقى اذا ملخص الشابتر اللي انا اشتغلت فيه دلوقتي يا احمد هو عباره عن ان الاس بيساوي بي افتح براكت 1 بلس ار تايمز تي، وعرفت ان الاي ده بيساوي اس ماينس بي، وعرفت ان الانترست هو بي تايمز ار تايمز تي، عرفت كمان ان لو عندي equal payments او periodic payments بحسبها من اللو i بيساوي n over n i1 plus in، وعرفت ازاي بشتغل على المسائل الموجودة. الكونسبت اللي انا اتكلمت بيه في الشابتر ده هو building up interest، هو ازاي بكمل فايدة. ارجوك لازم تبقى متفهم جدا الفكرة بتاعت الشابتر. فكرة الشابتر أو الفكرة بتاعت السيمبل انترست اللي هو العالم كله، مش هقولك بيشغال على سيمبل، شغال على الكومباوند اللي هو بتاع المرة اللي جاية، وهتفهم طبعا الفرق بين السيمبل انترست والكومباوند انترست. بس لازم قبل الليكتشر اللي جاية، يعني قبل نيكست ثيرزداي، لازم كويس جدا تكون مذاكر الجزء ده كويس جدا، خلاص اتحفر في دماغك. يعني الفكرة اللي أنا بأكد لك عليها إن الفكرة اللي قايمة عليها البنوك، قايمة عليها أي حد، هي فكرة سيمبل جدا. أنا بأجر الفلوس، أنا راجل معايا فلوس وبأجرها للناس اللي هتاخدها وتشتغل بيها. الفكرة في الحرمانية بالنسبة لده، اللي ساعات بتيجي في دماغ الناس كده، في فرق كبير جدا بين اللي أنا بتكلم عليه في الكونسبت وبين إن أنا بتكلم على إن في واحد انا عارف انه هيموت اذا ما خدش الفلوس دي عشان يتعالج بيها، فانا بديها له واطلبها منه 10 اضعاف، ده ربا. لكن انا واحد ما بيعرفش يتاجر، ده الكونسبت بتاع البنوك. انا راجل مش بعرف اتاجر، مش بعرف اعمل تجارة، مانيش متخصص في تجارة. لكن مثلا احمد راجل شاطر جدا بيشتري بضاعة ويبيعها، بس هو ما معهوش فلوس عشان يشتري البضاعة دي، فأنا بخش معاه أقول له أنا هدي لك المبلغ ده عشان هو بيجي لي، أنا عايز مبلغ أشتغل بيه لأن معايا فلوس، هدي له الفلوس دي. فقبل ما أدي له الفلوس دي لازم هسأله، حرك فاهم اللي أنت بتعمله ولا إحنا داخلين نهبل تاخد الفلوس وتضيعها؟ هيقول لك بالتأكيد لا، أنا فاهم الشغلانة دي كويس جدا. هتروح طالب منه دراسة جدوى، هيقول لك والله أنا باخد الفلوس دي هشتري بيها كذا، حسابه قد كده، هكسب فيه قد كده، هديلك قد كده. أهو الكلمة بتاعت هديلك قد كده، هو ده فكرة الانترست. بس لو أنا متخصص زي البنك، ما ينفعش أفتح الباب بتاعي الصبح وكل واحد يجي يقول لي أنا هعمل كذا وهبقديلك قد كده، لا أنا بثبت بيرسنت ثابتة. فبقول أنا هدي 8% على مثلا الاقتراض، 60% على اللي هيقترض مني. معايا يا شباب حركوا فاهميني؟ تمام تمام تمام.
أرجو أن أنتم تكونوا فاهمين الموضوع مقتنعين به، لأنك لو اقتنعت به وفهمته هتحل أي سيناريو أو أي مسألة هتجيلك. هنا بيجيلك ممكن أسألك على mass word problems، وممكن أسألك على القوانين أنك حافظ القانون صح في الـ MCQ أو المسألة multiple choice. الجزء الثاني اللي أنا عايز أكلمك فيه مش هياخد مننا مجهود، مش هياخد مننا وقت كبير، بس خلي بالك مهم قوي أنك تبقى فاهمه. شباب، اي حد عنده اي استفسار خليني اخد اتندنس بليز. تمام كده معناه ان ما حدش عنده استفسار وانتم متابعيني. خش على الشابتر اللي بعديه اللي انا عايز اكلمك عليه، ده اسمه بنك ديسكاونت. ايه البنك ديسكاونت؟ البنك ديسكاونت ده بيطلق عليه بالعاميه القطع، بلغة البنوك بيطلق عليه القطع. ماريو انت لسه معايا؟ ماريو ماريو جري ولا ايه؟ طيب انا محتاج حد اناقشه، وليكن احمد. احمد معايا؟ احمد محمد معايا؟ شباب انتوا سامعيني ولا في مشكلة في الصوت؟ احنا سامعين حضرتك يا دكتور. طيب خليك معايا كده. فكرة البنك ديسكاونت ان انا احيانا بيبقى معايا مش معايا سيولة مادية، مش معايا سيولة نقدية، بس معايا اوراق كتير جدا، بيلز، فواتير، حاجات زي كده، شيكات على ناس لو انا بشتغل في التجاره او بشتغل عندي مصنع. احيانا بحتاج قيمه، مش محتاج سيوله، عندي فلوس، فلوسي كلها بره. يمكن تسمع الكونسبت ده من ناس كتير، يقول لك انا فلوسي كلها بره، بره بيتي، انا فلوسي وعايز فلوس حالا. فانا ممكن يبقى معايا كذا مليون جنيه بس هما مش في حضني، هما جزء منهم عند التاجر الفلاني وجزء منهم عند التاجر التاني وهكذا. انا عايز الم الفلوس دي، فبشجع الناس علشان يدفعوا بسرعه. فهتلاقيني كاتب الكلام ده في الباراجراف الاولاني، هتلاقي بيقول in this chapter we'll spot some light on the bank discount or the discount trait that some companies do in order to encourage prompt payments. بعض الشركات بتلجأ ليه عشان يشجع الناس انه ما يدفعوا الفلوس. انا ليه 10,000 جنيه عند احمد عاطف، مش كتبت بينه وبينه كمبيالة ان مش هاخد الفلوس دي قبل سنة، فاضل على معاد السداد 6 شهور، بس انا مزنوق ومحتاج الفلوس دي. قانونا احمد عاطف مش هيقول لي مالكش حاجه عندي، بعد 6 شهور ارجع لك الفلوس. لكن انا ممكن اشجعه ازاي؟ هتصل باحمد اقول له يا احمد بدل ما تديني 10,000 ايه رأي بعد 6 شهور انا قابل انك تديهم لي 9,000 دلوقتي، بس انا عايزهم حالا، عايزهم النهارده، مش عايز استنى عليهم لغايه بكره، محتاجهم بدل. وانا قابل ان انا هتعاقب ان بدل ما اخد 10,000 اقبل 9,000. معايا محمد يا وليد؟ فاهم المنطق ده؟ سيلفيا متابعاني؟ اه يا دكتور مع حضرتك بس اللي هو شويه يعني بحاول. تاني احمد يا محمد ركز معايا كده، انت احتجت فلوس انا هديها لك، اديتها لك اصلا من 6 شهور، اديتك 50,000، هيقعدوا معاك سنة، هترجعهم لي 50,000، مش هاخد منك فايدة، احنا صحاب. تمام كده؟ تمام يا دكتور. ايوه تمام. خد 6 شهور، يعني انا المفروض ترجع لي فلوسي دي كمان 6 شهور. واضحة؟ واو. انا كاتب ورقة وعقد بيني وبينك بده. تمام. بس انا دلوقتي محتاج فلوس. فجيت لك اقول لك يا محمد انا محتاج ال50,000 اللي عندك، فانت رديت عليا قلت لي معلش الفلوس مش معايا، انا اشتريت بيهم حاجات وهرجعهم لك في نهايه السنه زي ما احنا متفقين. تمام كده؟ طب انا عايز ازغزغك، عايز اشجعك انك تدفع لي الفلوس، فهقول لك ايه،
بدل ما تدفع لي 50,000 by the end of this year، بدل ما تدفع لي 50,000 في نهاية السنة كمان 6 شهور، طب ما تديني 48,000 بكرة الصبح وحلال عليك الألفين. يبقى أنا كده عملت قطع، أو عملت بنك ديسكاونت، أو عملت ديسكاونت in general، عملت لك بس كده. أنا أخترت في الأخر دكتور، معلش خليني أسمعه الأول، قول واسمعوه شوية. يعني لو اللي هو شوية مثلا لو حد بيشتري مثلا حاجة، لو أنا باخد من حد مثلا عربية يوزد ولا حاجة كده، بقول له طب خد فلوسك دي وقت ما الفلوس مثلا بتحضر على الترابيزة أو كده، بالمثل بتاعنا والدنيا دي، بقلل مثلا وقت زي ما أنا عايز، زي ما أنا عايز، بس قصدي بتقل عشان بديله فلوس كاش على طول. ممكن حاجة زي كده، أنا معاك، ممكن حاجة زي كده، بس لو أنا قصدي لو السرعة، السرعة في الموضوع، اللي هو مثلا أديله فلوس بكرة بدل ما أديله مثلا بعد فترة، بس ممكن يقلل لي تمام، بس السرعة اللي هي الفلوس تبقى على طول. هي كده بالظبط، هي البنك، هو ده فكره الديسكاونت، هو النسبه، هو دي فكره التخفيض. هضرب لك مثل تاني، انت كده تقريبا فاهم. احمد، البنطلون بتاع امريكان ايجل ثمنه 1200 جنيه، بنطلون الجينز بتاع امريكان ايجل، احسن انا شخصيا اكتر ماركه بحبها امريكان ايجل، ثمنه 1200 جنيه. ده لو صاحب امريكان ايجل او الكمباني اللي مانجينج امريكان ايجل صبرت على البنطلون ده، هيبيعه ب 1200 جنيه، تمام؟ هو عايز يبيعه باسرع وقت ممكن، هيعمل ايه يا احمد؟ هيعمل ديسكاونت، صح ولا ايه؟ ها متابعني؟ بدل ما هو ب 1200 انا هنزله لك ب 600 جنيه. بيعملوها الحاجات اللي بيعملوها مثلا على التيشيرت مثلا كده، او باي مثلا باي 2 جيت 1 او كلام نفس الفكره. ما هو باي 1 جيت 2 ده يعني هو عامل لك 50%، ولا انا غلطان؟ يعمل 50%، يعمل 30%، وات ايفر. هو طبعا واضح ان في لاج، يعني معايا شباب. البنوك بتعمل نفس العمليه دي في الفلوس الكاش. محمد وليد متابعني؟ فاهمني؟ ايه دكتور، متابع حضرتك. تمام. البنك بقى مش هيقعد يشتغل، او مش هنقعد نحكي مع بعض الحكاية اللي احنا حكيناها، الحكاية دي عشان حضرتك تفهم. فانت لو جيت تقرا الباراجراف ده هتلاقي احنا كاتبينه كالاتي: In this chapter we will spot some light on the bank discount or the discount rate that some companies do in order to encourage prompt payments. The discount is always related to maturity value. يعني الديسكاونت او التخفيض دايما بيتعمل على القيم اللي في المستقبل. انا مش معقول هخفض فلوس وهي في جيبي حالا، انا هخفض الفلوس اللي لسه في المستقبل، اللي هي لسه وقتها ما جاش. بيقول: appear now from the lows we will use while the interest rate is mainly focused on the present value, the discount concept is usually used with the promising notes, commercial papers. ده الفكر بتاع اللي هي الكوميرشال بيبرز والنوتس والبيلز وحاجات، حاجات في اوراق تجاريه كتيره جدا قايمه على الفكره دي، ان انا هدي لك ورقه تمنها مثلا 50,000، بس انا هبيعها لك دلوقتي ب 45,000، انت هتستلمها مني بعد شهرين ب 50,000، اكني بخفضها بالنسبه ليك. ده كونسبت موجود في الكوميرشال بيبرز واذون الخزانه وحاجات زي كده. طب البلاد تعملها ازاي؟ يعني بص، ارجوكوا حاولوا تفهموا مني على قد ما تقدر عشان تربط كلامي بالواقع اللي انت عايش فيه. بص يا احمد دكتور. انا ناوي اخترع حاجه كده، اختراع ظريف. ركز الاول في كلامي. ايوه انا ماري، بس معلش يا دكتور النت خلص فنزلت جبت كارت وكده، فمعلش لو طلعت. مفيش مشكله يا ماريو، تابعني قوي بقى في اللي انا هقوله لك دلوقتي. تمام. انا بفكر في فكره كده. انا محتاج مليون جنيه، مش هنصب عليك ولا حاجه، انا هاخد المليون جنيه، بس يعني انا عايزهم بسرعه قوي، عايزهم بسرعه جدا. فهعمل ايه؟ انا هطبع 10 ورقات، كل ورقه ب 100,000 جنيه، صك هطبع 10 صكوك، كل صك ثمنه 100,000 جنيه. انا راجل مضمون، انا بنك، هبيع لك الصك ده النهارده الصبح ب 90,000 جنيه، بس بشرط حضرتك ما تقدرش تستلم الصك ده الا بعد 5 شهور.
هتستلموا مني 100,000 جنيه. حضراتكم فاهمين حاجة؟ أنا كده بعمل تخفيض. قيمة الورقة 100,000 جنيه بس بعد 5 شهور. أنا قابل أخد فيها بس حالا هو 90,000. يبقى أنا كده يعتبر مخفض لك 10,000. معايا يا شباب؟ حضراتكم فاهميني؟ يعني البنك أو الحكومة لما تحب تلم فلوس نتيجة إنها محتاجة تنشئ طريق جديد، كوبري جديد، أي حاجة محتاجة فلوس، تعمل إيه؟ تروح جاية: السادة المواطنون، قررنا في البنك الأهلي إن إحنا هننزل أذون خزانة، تمن الإذن 10,000 جنيه، ويتم استلام الأذون بتاعت الخزانة كمان 3 أشهر بقيمته الحالية. ده بيبقى له قيمة اسمية والقيمة الفعلية. هتروح حضرتك البنك، قيمة الصك ده 10,000 جنيه، حضرتك هتدفع 9 وتستلمه ب 10,000 جنيه بعد 3 شهور. حضراتكم فاهمين أنا بعمل إيه؟ أنا بقدم encourage prompt payment، بشجع الناس إنها تديني فلوس على طول. الموضوع دكتور لا، يعني هما ممكن ياخدوا فلوس مثلا، بدل كل واحد يدفع 10 كل واحد يدفع 9 بس عشان عايزين يلموا فلوس دلوقتي مثلا، وهيرجع لك 10. يعني انت هتدفع 9 يعني انا كده هتكسب 1000 جنيه. هو دماغه كده اكسب انه خد فلوس دلوقتي حاليا بسرعه. انا كده انا محتاج فلوس دلوقتي، فهو اكسب له ان هو حتى لو نزل لكل واحد 1000 جنيه بس ياخد الفلوس كلها حاليا. يعني هو مش فكره اكسب له، هو محتاجها وهو معاه يدفع الفلوس دي، بس محتاج كابيتال فوري، محتاج كابيتال حالا. تفهمني؟ حضرتك متابعني احمد؟ هو انت خطك بيقطع ولا في لاج؟ دكتور تمام. تمام حضرتك كده تسمعني؟ طيب ركز قوي بقى في اللي انا هقوله لك دلوقتي. فلتفترض، هحكي قصه كده عشان انت تفهمها بس. فلتفترض ان انا عندي، انا كعمر قدامي فرصه، قدامي فرصه حلوه قوي. لو انا معايا 1,000,000 جنيه دلوقتي هيرجعوا لي 1.5 مليون كمان 5 شهور. يعني لو معايا 1,000,000 جنيه حالا هم هيرجعوا لي 1.5 مليون كمان 5 شهور. انا متاكد من ده، متاكد تاكد تام يعني. تمام يا سيدي؟ معايا يا احمد؟ تمام يا دكتور. محرض انا ما معيش 1,000,000 جنيه، فمش عارف اقوم بالمغامره دي، فهكلم 10 من اصحابي. حضرتك معايا؟ هكلم 10 من اصدقائي، اقول لهم كل واحد فيكو انا محتاج منه 100,000، هرجعهم له 110,000 كمان 5 شهور، او 120,000 كمان 5 شهور. حضرتك معايا؟ بس هاخد منك 100,000 دلوقتي. انا كمان يا سيدي عشان تبقى انت متامن هكتب لك شيك ب 120,000 واديني 100,000 كاش حالا. عايز حاجه احسن من كده؟ كده يعتبر يعني انا ضامن كده كده كده. معناه ايه يا استاذ احمد؟ كده معناه ان انا هصرف 1,200,000 في حين ان انا هيرجع لي 1,500,000. يبقى انا هدي لكل واحد من الناس اللي كانوا معايا وقبلوا الموضوع ده 20,000 جنيه، وانا هاخد 300,000 جنيه. صح ولا انا غلطان؟ مظبوط، هي دي الفكره. بس الفكره مش بتمشي كده بالنسبه للدوله. الدوله محتاجه الفلوس دي فورا، او شركه ضخمه محتاجه الفلوس دي فورا عشان تمول مشروع، عشان تعمل حاجه، ووارد جدا يكون في مضاربه زي اللي انا بحكي لك فيها دي. يبقى اذا دي الفكره بتاعت البنك ديسكاونت. ممكن تتقاس باسلوب تاني. انا راجل مقاول، فلوسي كلها اشتريت بيها اسمنت ومعدات وخلافه، حاليا مطلوب مني ان انا ادفع قيمه محدده او مبلغ كبير جدا، فلوسي مش عارف المها، فبكلم الناس بشجعهم انهم يدفعوا. بكلم حضرتك المفروض تسدي لي 100,000 بعد 6 شهور، بقول لك انا قابل انك بدل ما تسدي لي 100,000 هاخد 80,000 بس موت يدوم لي حالا عشان عايزهم، هخش السجن كده. فهمتني يا احمد؟ يا دكتور فهمت. كمان الفكره كلها في السرعه، وان انا محتاج الحاجه دلوقتي، محتاجها مش النقطه بقى اللي المفروض
تكون واضحة جدا من الأمثلة اللي أنا ضربتها دي، إن في الشابتر اللي فات أنا كنت بديلك القيمة الحالية وعايز القيمة في المستقبل، لكن دلوقتي أنا القيمة في المستقبل معلومة وأنا عايز أعرف القيمة بعد الديسكاونت الحالية. انزل بقى معايا كده، هنا هتلاقي عندك P وعندك S، بس عندك discount rate و time period. كل ما الزمن بيزيد كل ما الديسكاونت يزيد، عشان أشجعك إنك تدفعلي حالا. فهتلاقي اللول اللي أنا بشتغل عليه هو P في S 1 minus D times T، لأن البريزنت أو القيمة اللي أنا عايزها دي قيمة حالا، المفترض إنها بتاعت قيمة لسه أنا مش هطولها إلا في المستقبل، فبالتالي بيبقى ده الشكل بتاعي. طبعا الفيوتشر هي الماتوريتي فاليو، التي البريد اوف ديسكاونت، الدي اللي هو الديسكاونت اماونت. الدي بتتحسب من القانون ده، بص له، دي كابيتال بتساوي اس تايمز دي تايمز تي، اس دي تي ده ديسكاونت. خلي بالك من دقيقه كنا بناخد اي بيساوي بي تايمز ار تايمز تي. الانترست ده بيبني قيمه في الفيوتشر، الديسكاونت بيبني القيمه اللي هتتخصم. خلي بالك ان الفيوتشر بيساوي بي على 1 ماينس دي في تي، زي ما كان من شويه بي بتساوي اس في 1 بلس ار تايمز تي تو ذا باور اوف نيجاتيف 1. خلي بالك القوانين قريبه من بعضها. تعال نشوف مساله، بيقول هنا فايند ذا سمبل ديسكاونت، هات لي الديسكاونت اون ا 90 داي لون اوف 500 ات 8.5% ديسكاونت ريت بير يير، ذن فايند ذا بروسيد. البروسيد يعني القيمه اللي تندفع، يعني احسب لي التخفيض واللي هدفع كام على دين مقداره 90 يوم. هروح احسب الديسكاونت، الديسكاونت هيساوي اس تايمز دي تايمز تي، الاس اللي هي ال 500، الدي اللي هو الديسكاونت ريت اللي هو 8.5 اوفر 100، التي اللي هو الزمن اللي هو 90 اوفر 365. يبقى انا هعمل لك تخفيض مقداره 10 جنيه، بدل ما كنت هتدفع 500، لا انا هخفض لك ال 500 بقيمه ال 10.48، يعني تدفع 489.52. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. الاس هي الفيوتشر فاليو. الاس من شويه يا محمد كانت البريزنت، لانك بتجيب القيمه في المستقبل، لكن دلوقتي ال 500 دول في المستقبل، انا عايز اخفضهم عشان اخد قيمتهم الحاليه. معايا محمد؟ معلش ثانيه، مش البريزنت فاليو كانت هي البي؟ ما هي ستيل البريزنت فاليو هي البي. طب ما انت بتقول هي الاس. هي الاس ازاي؟ انا كونفيوزد الصراحه. معلش انا اسف، فاكر القوانين اللي احنا خدناها من شويه، القوانين اللي احنا خدناها من شويه دي كانت بتاعه بريزنت فاليو، وانا بجيب فيوتشر فاليو، يعني عند القيمه الحاليه وبستثمر، فعايز اعرف القيمه بعد الاستثمار هتبقى بكام. تمام كده؟ تمام. انا بقى دلوقتي عكست الموضوع، انا عندي المبلغ في المستقبل مش طايله، عايز اعرف اخد مكانه كام حالا بعد ما يتخفض. فهمتني؟ تمام. فيبقى اذا في المساله اللي فاتت انا كان معايا 500 جنيه بستثمرهم في بنك فبيعملوا 510. في الوضع الراهن انا معايا 500 هخفضهم بنسبه، اخد مكانهم كام دلوقتي؟ يبقى بدل ما ال 500 جنيه انا هقبضهم بعد 90 يوم، انا اخد مكانهم حالا 489 جنيه. معايا محمد؟ مع حضرتك. تاني النقطه دي غايه في الاهميه، الديسكاونت انا بستخدمه على القيم اللي انا، يعني بص ارجوك ركز معايا في القصه اللي هقولها دي، لان هي دي المفتاح لكل اللي انا بعمله. تاني محمد، انا مديك 10000 جنيه، هتسدهم لي بعد 6 اشهر. تمام بعد 6 شهور انت هترجع لي 10000 جنيه. انا مش قادر اصبر على ال 6 شهور، مش قادر اصبر، انا عايزهم حالا. في واحد طلب مني فلوس حالا اهو، فانا عايز ال 10000 جنيه بتوعي حالا، فعايز اشجعك عشان تدفعهم لي. فبقول لك ايه، الو ازيك يا محمد، بقول لك ايه،
بدل ما تدفع لي 10,000 جنيه كمان 6 شهور ما تديني 9,000 جنيه دلوقت كده واضحه؟ اه اهو ده اللي انا بعمله. تمام. انا بقى بقول لك انا عندي 500 جنيه 500 جنيه دول هيستحقوا بعد 90 يوم اخد مكانهم كام دلوقت لو انا عامل تخفيض 8.5%. يبقى انت على طول هتروح قايل الديسكاونت بيساوي ال 500 في 8.5 على 100 في 90 على 365 يبقى قيمة التخفيض 10.48. يبقى أنا البي بتاعتي هتساوي الـ 500 أشيل منها الـ 10.48 يبقى أقبض 489.52 سنتس. تمام كده؟ يعني تعال نشوف المسألة اللي بعديها. بيقول on May the 2nd a commercial bill بيقول with a maturity date of 30 June and a maturity value of 100,000. يعني أنا عندي فاتورة تجارية قيمتها 100,000 جنيه هتستحق الدفع في 30 يونيو. المفروض أنها تندفع في 30 يونيو. الفاتورة دي تم تخفيضها، هعمل عليها تخفيض بدل ما هتبقى ب 100,000 لسه 30 يونيو، لا انا هخفضها using a discount rate مقداره 5% per year. يبقى الديسكاونت ريت 5%. calculate the amount of the discount، احسب لي نسبه التخفيض او احسب لي قيمه التخفيض سوري، بعدين احسب لي البرايس بيد. امتى انت هتحسب ده؟ on May the 2nd. هعيدها تاني احمد خليك معايا من فضلك. في مايو، في 2 مايو في فاتورة، الفاتورة دي كانت المفروض تستحق في 30 يونيو، يعني لسه زي قرب شهرين او قرب اكتر، يعني دوت May the 2nd قرب شهرين هتستحق الدفع ب 100,000. انا عايز اعرف اخف هعمل عليها تخفيض كام بنسبة 5%، هيبقى كام فلوس ويندفع مكانهم كام دلوقت. هعيدها تاني. On May the 2nd a commercial bill with a maturity value of maturity date on 30 June يعني تستحق الدفع في 30 يونيو and a maturity value of 100,000 قيمتها في المستقبل 100,000. It was discounted using a discount rate of 5% simple discount. Calculate the amount of the discount، احسب لي الاماونت بتاعت الديسكاونت واحسب البرايس بيد، السعر اللي اندفع كام. اول خطوه اعملها لازم احسب عدد الايام اللي بيفصل May the 2nd عن June the 30th. اول نقطه شهر مايو ده 31 يوم. انا عرفت منين؟ الرسمه اللي موجوده قدامك دي بتوضح لك معلومه عن السنين نسبه كبيره من الناس مش عارفاها. السنه 12 شهر اللي هم يناير فبراير مارس ابريل ماي جون جولاي اوغست سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. المانثز دي ماشيه 31 28 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31. ده عدد الايام في كل شهر. هي مش ماشيه كده، كل شهر معروف هو 30 او 31 تبعا للباترن اللي موجود قدامك ده. يبقى انا لما اقول May the 2nd وعايز اروح جون ذا 30 او نهايه شهر جون، ده معناه ان انا همشي في مايو 29 days لان ماي ده 31 days. فلما تبقى انت هتدفع on the 2nd of May then there will be 20 days in May plus all شهر جون اللي هو 30 days. يبقى ده معناه ان time period هي 29 days plus 30 يبقى 59 days. يبقى انا عرفت التايم، يبقى انا عارف ان التايم between the present and future value بيساوي 59 days. هحسب الديسكاونت، الدي بيساوي اس تايمز دي تايمز تي، يبقى ده عباره عن 100,000 تايمز 5 اوفر 100 تايمز 59 اوفر 365. لما اضرب اس تايمز دي تايمز تي هيديني 808، يبقى انا هخفض 800 جنيه من القيمة بتاعت الفاتورة اللي هي 100,000. يبقى بالوضع ده معناه ان البروسيد هيساوي
S افتح bracket 1 times D times T اللي هو بيساوي 100,000 في 1 minus 5 over 159 over 365 يبقى هيدفع 99,191. كان نفس الرقم ده ممكن أجيبه بسهولة إني أقول 100,000 أشيل منهم 808 هيديني نفس القيمة بالضبط. لو بصيت المسألة اللي بعديها برضو بتناقش نفس الفكرة الدايركت، بيقول due to a sudden need of cash، القصة اللي أنا كنت قاعد عمال أحكيها من أول الربع ساعة اللي فاتت دي أو التلت ساعة اللي فاتت، due to a sudden need of cash أنا محتاج فلوس فوري. A bank decided to consider a discount rate، البنك قرر إنه يعمل تخفيض على القروض 8% per year 8% per year on the unpaid debits على كل الديون اللي لسه ما اندفعتش. بيقول a debit of 500 due on April the 1st، عندي دين مقداره 500 المفروض إن هو في April the 1st. Was discounted how much will be paid on January the 1st، يعني دين مقداره 500 مفترض يدفع في 1 أبريل، يا ترى أدفع هستلم كم مكانه في 1 يناير؟ طبعا من 1 أبريل ل 1 يناير ده 3 شهور، يبقى على طول هقول إن الـ B بيساوي S في 1 minus D times T. الـ P الـ S بتاعتي الـ future value بتساوي 500 في 1 minus 8 over 100 times 3 over 12، يوم الكلام ده يديني 490، يبقى أنا بدل ما أخد 500 دولار كمان 3 شهور هستلم 490 دلوقت. كده يعتبر مقدار التخفيض بتاعي 10 دولار 10 دولارز، يبقى أنا قدرت أحقق عدد أو القيمة المالية اللي هي بتاعت التخفيض. لو نزلت على الجزء ده اللي هو 3.2 هقوله بس هو مش جاي في الامتحان ومش هتكلم في المعادلات، بس عايز المعنى. المعنى ببساطة إن الديسكاونت ريت والإنترست ريت they are really very connected. الديسكاونت ريت هو بيرسنت من وجهة نظر الراجل التاجر، لكن الإنترست ريت من وجهة نظر المستخدم. زي إيه بالضبط؟ انسى خلص القوانين دي عشان ما تتخضش. وليكن هرجع تاني لقصة التي شيرت مثلا اللي هو تمنه 100 جنيه وانا هبيعه ب80 جنيه، كده يعتبر انا مخفضه. حد عارف انا مخفضته قد ايه؟ عشرين. تمام. اهو انا بالنسبة لصاحب المحل اللي محطوط فيه التيشيرت اعتبر خفضته، عملت ديسكاونت. لكن بالنسبة للي هيشتري التيشيرت يعتبر عمل انترست. أنا بالنسبة لصاحب المحل كان بمية وأنا قابل أبيعه بتمانين فأنا خسرت 20 جنيه، لكن بالنسبة للي اشتراه بتمانين وهو أصل تمنه 100 يعتبر كسبان 20 جنيه. Does it make any sense؟ هل الكلام ده مقبول ليكوا يا شباب؟ فاهمينه؟ تمام يا دكتور، مقبول؟ يعني خلي بالك الديسكاونت ريت ده بيبقى من وجهة نظر شخص، الانترست ريت ده بيبقى من وجهة نظر الشخص المقابل له. يعني لو حضرتك تاني كده نزلت شفت تلفزيون 28,000 جنيه، كارفور منزل عليه تخفيض ب 15,000 جنيه، ده معناه ان كارفور خسر 5,000 جنيه في حين ان حضرتك كسبت 5,000 جنيه، صح ولا انا ايه؟ انت اشتريت حاجة ب15 28. وعشان الشركات تقنعك بالكلام ده لاحظ انه بيعمل التخفيض في فترة ويرجع يرجعه تاني سعره الاصلي، بعدين يرجع يعمل لك تخفيض تاني بعدين يرجعه تاني سعره الاصلي. حضراتكم فاهمين انا بقول ايه؟ ايوه دكتور. ايوه تمام. أرجو أن الكل يكون متابعني. شباب حضراتكم معايا دلوقتي وكله تمام؟ متابعني؟ تمام. سيلفيا سمعاني كويس؟ ماريو؟ أندرو؟ تمام حلو أوي.
ده أقرب ما يكون للأسئلة اللي انت هتشوفها في الامتحان النهائي. هيجي لك السؤال زي كده: Find the value of x in 7x plus 6 equal 5x minus 4. إيه اللي أنا هعمله؟ الإجابات A ولا B ولا C ولا D؟ يبقى أنا على طول راح حيل 7x plus 6 equal 5x minus 4. Move all the values in one side. يبقى 7x minus 5x هتساوي minus 4 minus 6. طالما أنا عملت كده يبقى دي معناها أن 2x بيساوي minus 10. يعني x بيساوي negative 5. أروح أعلم على x في negative 5. المسألة دي في الفاينل إجزام عليها 1 mark. زي بالضبط المسألة اللي تحتيها دي. شكل المسائل كلها على بعضها لما بيتركب في ورقة الامتحان هيجي لك بالشكل ده. يعني ده فعلا الشكل اللي انت هتشوفه في الورقة الفاينل، هيجي لك حاجة قريبة جدا من كده. كل سؤال من الأسئلة اللي موجودة قدامك دي عليها درجة واحدة. كلامي واضح يا شباب؟ تمام يا دكتور. أوكي، ده أنا هحله معاك المرة الجاية، ده هنحله مع بعض المرة الجاية إن شاء الله بعد ما خلص الجزء بتاع الكومباوند انترست. ضروري جدا 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 قبل ما انت تجيلي المحاضرة اللي جاية، just a second please, just give me one moment, just a second.